الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حان الميعاد لنعيش ليلة أخرى من ليالي المواعيد الكبرى، وأي ليال أكبر في كرة القدم الأوروبية من ليالي بطولة دوري أبطال أوروبا. هنا حيث الأمل يتجدد، وحيث الأماني تكبر، والأحلام تترجمها تعابير الوجوه هنا في مدرجات ملعب الاتحاد. هنا البطولة التي تحيي في محبيها الشغف وتأخذهم إلى عالم آخر من عوالم دراما كرة القدم. اليوم هنا في ملعب الاتحاد ستة أخرى نجمنا العربي اللاعب رياض مرف الأيمن يراوغ، يحاول يعرض كرة إلى هذه الأمور الستي إلى الدور القادم. راسية بروين والفرصة العرضية تأتي، والجول الجول هو يا إلكا يا غوندوغان، كيف أضعت هذه الكرة؟ كيف أهدرت هذه الهدية؟ كيف لم تكفارديول أصلت بعد ذلك عن طريق أوربان، ولن يمر جريليش والتمريرة إلى الكاي غوندوغان، والنقلة لكن لا تمر، التغطية كانت موجودة. هايدارا هو من غطى، هايدارا من يعود للواجبات الدفاعية. اليوم دي جاي هولاند رحلا رحلا، كاد أن يفعل المجنون، كاد أن يفعل السفاح، كاد أن يأتي بأول الأهداف، كاد أن يفطر هنا، لكن هنا الذين كانوا لما ولا الذين الكرة الأخيرة والعرضية لكن ضية دي بروين في التحضير. يا سلام، ممتازة كانت كرة كيفن، ممتازة كانت كرة دي بروين باتجاه جريليش، لكن التسديدة كانت بعيدة داخل منطقة الجزاء. الكرة بتعود بعد ذلك، ماذا بعد هالاند والتصويبة، هناك شك في أن هناك لمسة يد من جانب لاعب فريق لايبتسك اللاعب بنيامين هيركس في اللقطة الماضية. هنا في هذه اللقطة فينيشيتش، أوه ركلة جزاء، نعم هي ركلة جزاء لمصلحة السيتي، لمسة يد كانت على هيركس في اللقطة الماضية. ثقة بالسيتي عاليا، ارلينغ والتسديدة، جول السفاح يعود بعد غياب حتى ولو من علامة الجزاء. هذا النرويجي اعتاد احراز الاهداف، وها هو يعود ليسجلها من جديد، ها هو يعود ليعود وتمريره. دي بروين عند كرة، دي بروين، الله 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 الله، هالاند لا يتأخر، إذا فتحت له الطريق تبقى سالكة. نعم هذا المجنون يسجل ثاني الأهداف بعد تسديدة دي بروين. هنا هالاند عاد ليسجل من جديد، يسجل الأهداف بقوة. تلك الأيام راحت، كرة منقولة، فرصة لأن تأس لويد، كرة منقولة عالية خطيرة تأتي، جريليش إلى هالاند، هالاند هالاند ضاعت، ضاعت الكرة الماضية. هالاند كاد أن يسجل هاتريك في يمينية الساحرة البلجيكية، كرة عالية خطأ ومحاولة، إيدرسون لمن؟ إيدرسون هنا، هل هناك خطأ؟ حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب، تيمو فيرنر هو من تحصل على البطاقة الصفراء نتيجة الاعتراض في اللقطة الماضية. إيدرسون وخروج كاد أن يكلف فريق الكثير، إيدرسون وخروج كاد أن يكلف فغوندوغان، والتمريرة أكانجي في المحاولة عرضية، رودري تمريرة خاطئة من رودري، فرصة تأتي، فيرنر ماذا بعد؟ يا فيرنر ماذا أهدرت؟ يا فيرنر هذه قد لا تأتي كثيرا أمام فريق اللي. تمريرة من الطرف الأيسر، جريليش يسقط، لا وجود، وطالب احتساب خطأ لم يكن موجود يا في هذا اللقاء. أكانجي والتمريرة، كيفن دي بروين في التحضير، التغطية لكن هناك خطأ كان موجود، خطأ خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، تدخل كان من دافيد راكاي، غوندوغان فرصة جول، هذا كيفن دي بروين، كيفن دي بروين اللي تحدث عنه بانطلاقة برناردو مر، برناردو من جديد، فيرنر، فيرنر يحاول، فيرنر عنده كرة، هالاند، هالاند عنده كرة، فرصة تأتي عرضية، لكن التسلل أيضا كان موجود في اللقطة الماضية، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية، وركلة حرة غير مباشرة، أكثر راحة الآن، فذلك دياش والراسية، جول، جول، جول.
أم أنه لهالاند؟ لكن الأهم بالنسبة لجماهير السيتيزنز أن الهدف الثاني. بعد ذلك المتابعة من هالاند ومن ثم إلكاي غوندوغان، فرصة من أجل الرابعة. مزيد يسجلون المزيد. هذا هو السيتي، الفريق الذي لا يرحم حينما تتاح له الفرص. أو هذه المرة إلكاي غوندوغان هي السارية إلى رودري، تمريرة رودري في الخلف أرضية الملعب، والمتعة في كرة من أجل أن تدفن أحلامهم في هذا. وبأي طريقة يسجل هالاند، يريد أن يحطم الأرقام تلو الأرقام. سونز عرضية ترسل راسية رياض كبالعادات، أراد أن تكون الرابعة. هنا عرضية ترسل السادس، السادس. الله 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 يا هالاند يحتفل وأنت ما زلت في هون الصدمة. فرصة لتحسب خلفه، لكن هنا لدينا فرصة لفريق لايبتزيغ. 6 أهداف نظيفة، 5 منها من جانب هالاند، 5 منها من جانب هالاند يا ماركو يا روزب. هذا ما راعى العشرة من الطرف الأيمن. محاولة قائمة عرضية الذي لو نستذكر أهدافه هنا يغلق. فرصة ما زالت قائمة. دي بروين، الله 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 كيفن، لا بد أن تكون له لمسة، ولا بد أن يكون له نصيب، ولا بد أن يسجل، ولا